أشاد المجلس الأعلى للمرأة باعتماد ترشح مملكة البحرين لعضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة لأربع سنوات للفترة من 2017 إلى 2021، وكذلك عضوية المجلس التنفيذي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة من 2017 إلى 2019، معتبرا هاتين العضويتين نتاجا طبيعيا لجهود البحرين في تحقيق تقدم واقعي لحضور وشراكة المرأة البحرينية، والذي يأتي اليوم نتاجا لتنسيق حثيث بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الخارجية. وأوضح البيان أن مشاركة البحرين في آليات ولجان الأمم المتحدة تأتي لتؤكد ثقة المجتمع الدولي في تميز التجربة البحرينية، وأعرب المجلس عن أمله بأن تكون هذه المشاركة بمثابة الفرصة المثالية لبيان أثر تطبيق النموذج البحريني لتحويل مبدأ تكافؤ الفرص إلى واقع معاش، وتتويجا لنجاح البحرين في تأسيس العمل النسوي القائم على التخطيط الاستراتيجي الشامل، ولتكون بذلك مرجعا متخصصا في مجال شؤون المرأة بما ينسجم مع المواصفات والمعايير العالمية بفضل خبرتها وكفاءتها الوطنية. وقدم المجلس الأعلى للمرأة شكره وتقديره إلى أجهزة الأمم المتحدة المعنية التي باتت على قناعة بالتجربة البحرينية الغنية على صعيد دعم وتمكين المرأة، مؤكدا بأن تلك العضوية ستحرص على دعم وإبراز الحضور الإقليمي العربي والإسلامي في مثل هذه اللجان الدولية المتخصصة، وإيصال طبيعة التقدم المحرز على واقع المرأة، ومواصلة التأكيد على أهمية التعامل مع المنطقة العربية كإقليم جغرافي له خصوصيته، ولتعزيز الموقف العربي القائم على ثوابتنا الأساسية التي التزمت بها الدساتير العربية والمتمثلة في أن الإسلام المصدر الأساسي للتشريع. كما ستساهم مشاركة البحرين في الاطلاع على التجارب الدولية بإتاحة المزيد من مجالات التطوير لآليات العمل البحريني النسائي واستدامة تفعيل منهجياته لتعزيز أوجه تكافؤ الفرص وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم. وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة هالة الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة. بداية نبارك لكم ولنا وللبحرين الفوز، ليس في محفل دولي واحد بل محفلين. لو تحدثينا عن طبيعة وكيفية الفوز للبحرين في هذين المحفلين الدوليين. مرحبا أختي العزيزة، مبروك فعلا لمملكة البحرين على العضوية في هذين المحفلين الهامين. طبعا عضوية البحرين في كل من لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة وهي أعلى سلطة مختصة في شؤون المرأة، وفي المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة جاءت كنتيجة لأمرين أساسيين. الأول أن جهود البحرين واضحة على صعيد التمكين وتقدم المرأة البحرينية التي يدعمها ويرعاها مشروع الإصلاح والتحديث الوطني بقيادة عاهد البلاد المفدى حفظه الله. فاليوم كما تعرفين البحرين تتعاطى مع هذا الملف بشكل مؤسسي منظم من وضع السياسات العامة وترجمتها لخطط وبرامج مؤثرة، وانتهاء بعملية المتابعة والتقييم والمراقبة بل وحتى المحاسبة لكل جهة معنية بتطبيق وتنفيذ الرؤية الوطنية للمرأة البحرينية. الأمر الثاني، كان هناك تحضيرات طويلة ومركزة بتوجيهات كريمة من صحبة السمو الملكي الأميرة بيتش بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وبدعم من وزارة الخارجية اللي باشرت كل ما يلزم انتخاب البحرين على المستوى الدبلوماسي الدولي، بالإضافة طبعا إلى مشاركة مملكة البحرين في اجتماعات لجنة المرأة الدورية، وكان هناك العديد من اللقاءات الثنائية والاجتماعات التنسيقية مع مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول، وقد استغرق التحضير للعضويتين حوالي عام كامل الحقيقة. نعم أستاذة، لو تحدثين عن الأهداف المرجوة من عضوية البحرين في هذين المحفلين. بإيجاز شديد، المشاركة في مثل هاللجان النوعية أو المجالس التنفيذية هي فرصة لنوصل لهذه التجمعات الدولية تجربة البحرين الغنية وخبرتها من واقع الخصوصية العربية والإسلامية في مجال تمكين المرأة وتقدمها، بالإضافة إلى الاطلاع أيضا على أفضل التجارب والممارسات اللي تتواءم والخصوصية الوطنية واللي ممكن من خلالها أن نجود عملنا الوطني.
بالإضافة إلى ضرورة مساندة الحضور الإقليمي العربي والإسلامي، وكيف ممكن نكثف التنسيق والتواصل حول القضايا المشتركة، وبالإضافة إلى ضرورة تبني مواقف داعمة للمرأة البحرينية، المرأة العربية والبحرينية طبعا، على الأجندة الدولية. نعم بالتأكيد الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، شكرا جزيلا لك.